السلام عليكم اخواني اخواتي. حنا الان كنت واجدو في الحي البرتغالي، القلعه اللي كيجيوها السياح كاملين، اللي كيجيو من جميع المدن المغربيه وجميع المدن الاوروبيه. حنا حدانا واحد الدار الريبه مهدده للسقوط اول حاجه، وفيها واحد الزبل وكتعطي واحد الرائحه كريهه، والناس اللي هنا كيشكيو كيقولوا ان المسؤولين ما كاينينش وان كذا وكذا وكذا، والطوبات اللي كيخرجوا من لهنا ما كتشوفوهمش، وكيشوفوهم غير الناس اللي كاينين ساكنه الحي البرتغالي هي اللي كتشوف الطوبات والفيران وبزاف المشاكل. هاد الزبل هذا ما بغاش يتقاضى، البلديه ما بغاتش تنوض، الناس هضروا حتى واحد ما جاوبهم. حنا دابا يا خلينا هاد الخط الاحمر عند الناس المسؤولين، بغاو يجيو يقادو، ما بغاوش يجيو يقادو مرحبا بهم. الزبل حدا الجامع هذا عار جديده في الخطر. المشكل العويص عاوتاني اللي كيعاني منه ساكنه الحي البرتغالي، مشكل خطير هو اللي كيصيب الفزع اللي هنايا في الحي، هو هاد الدار، هادي دار جدارميه اللي كتسمى دار جدارميه، وسط من الحي البرتغالي، وسط من معلمه تاريخيه في البلاد. المعلمة التاريخية 1914، هاد المعلمة وجه طوبات كيجريو حدانا فقصوني بعدانا، والله يتفقصوني بالله العلي العظيم، طوبات والدبان مقشقش والناموس، وآخر المطاف دابا هي بانو الحناش. شوفا بانو الحناش، قلع شناهي بانو الحناش؟ قال شنو هي في بلاد في مدينه سياحيه والملاح كيتعتبر من المآثير الدوليه، كنقول لك اليونسكو معترفه به، والحناش كاينين؟ راه لا يعقل ان الحناش كاين عندنا وسط من الملاح. راه هادي ما نسمعهاش، الحناش نقولوا كاينين في شي بلايص اخرين، في الجبال، في روينه، في كذا، ولكن وسط من الملاح راه لا يعقل. احنا لقينا واحد الشاب من الشباب ديال الحي البرتغالي، ها هو يقول لكم على دار جدارميه شنو كيكون فيها وشنو. هذا هو الاوتيل ديال الطوبه، هنا فين كاين الجردين، هذا هو فين كاين هذا المخزن، هذا ما فهمناش شنو فيه، واش من غير الطوبه كاينين شي حشرات شي حيوانات اخرين؟ العلم لله، مقالات ولي غابه الدار هذه. اخوان قول لي منين انت كتشاهد هاد الدار بحال هكا؟ هذا من نهار اللي راب النص الفوقاني ديالها، وهي الحاله ديالها غدا كتسوء نهار على نهار. ولكن كيف الطوبات وهذا الشيء كيفاش ولاو معانا لنا في الحي البرتغالي؟ ولينا بحال عايشين معاهم، نلوحوا لها الماكله من الفوق باش ما تهجمش علينا تدخل لنا للدار. كذلك هو مثال، انا في الجهه فين كنسكن انايا كنلوح لها فريتيتات ديال الخبز وكذا باش ما تتم. ولا استهزاء زعما البلديه واستهزاء الناس المسؤولين الحقيقه نقولها لكم. انا جيت باش نحذر الناس ساكنه الجديده، ساكنه الحي البرتغالي، والناس الزوار ديال مدينه الجديده. جيت نحذرهم على واحد الموضوع، ان بزاف الناس كيدوزوا من هذا الباب سميتو باب البقر، لان الباب البيبان ديال الحي البرتغالي كاينين ثلاثه، كاين باب البر وباب البحر وباب الثور، هذا هو باب الثور. ولكن المشكل العويص فين كاين؟ كاين لهنايا في هاد الجدار، ولا ما عرفت شنو غنسميه ليكم، واش كيتفلاو ولا ما عرفت شنو هو، حاطين لهم واحد السبوب لهنايا غادي يطيح هاد الحي، غادي يريب. تا واحد ما بغى يتحرك، تا واحد ما بغى يدوي، تا واحد ما بغى يهضر على هذا المشكل. هو راه مشكل، راه دراري صغار كيلعبوا لهنا، عيالات كيجلسوا لهنا، كيجمعوا ناس كيدوزوا من لهن، بزاف الحوايج كيطراو في هذا الباب، بزاف الحوايج. ولكن تلقى بحال هكايا هذا الحيط هذا اللي غادي يطيح، انا راه ما الله يحفظ، انا راه واقف لهنا وخايف، وقسما بالله العلي العظيم انت واقف لهنا وخايف لا يطيح عليا هذا الحيط هذا. شي حجيره كنقول لكم تململ من شي بلايصه بحال شي لعيبه دايرينها ولا ما عرفتش شناهي، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيف ما كتعرفوا حنايا تسارينا دابا في الملاح، وشفنا بزاف الحوايج، وتلاقينا مع نيت ولاد الملاح
لخوتي وتربينا معاهم من الصغر، ماشي شي حاجه غير شهاده على الملاح. كيفاش كيجيك اخويا الملاح؟ كيف ما كيقولوا لنا هما كيكذبوا علينا في التلفازه، ولا كيف ما كيفاش كيجيك؟ هو الصراحه الملاح، السلام عليكم، بعدا ملاح حي سياحي زوين، موالي زوينين، او كاين شي مناطق اللي فهمتي ما فرنش لها شي لعيبات اللي زوينين، كلقاهم ملوشين فهمتي، كاين الازبال هادي، وكاينين جمعيات، كاينين شي ثلاثه الجمعيات هنا في الدرب ما شفنا والو. الدور هذا كيبقى ديال الجمعيه خاصها تنظف فهمتي، حنا نتعاونوا معاهم كولاد الدرب، ملي غيديروا حمله غنتعاونوا معاهم، ننشطوا معاهم لعيبات ونجمعوا الازبال، والبلاصه ما غيبقى تلاح الزبل تما، نضربوا طاق شي لعيبه وريدات ما حيبقاش فهمتي، باش الدرب يزيان. والجمعيه خويا ما كدير والو، مريحه جالسه، كتجي الملحه كيقسموها مع بعضياتهم، راك عارفهم نتايا، كاينين واحد الربعه ولا واحد خمسه ما كيديروا والو، ها كينهبوا في هذه الجمعيه وصافي هادشي اللي كاين. ولكن اش تقول لنا على مثلا دار جدار ميالي ولا زباله، واش تقول لنا على الحبس الصوار وعلى الزباله اللي حدا الجامع الناس كيصليو والزباله اللي من موراهم، كيفاش الطوبات؟ هذا دور اللي كيبقى ديال اصحاب النظافه، وكما قلت شي حبس الصوار خاصو يتعاود من وزاره الثقافه كنظن هي اللي شاده ياك. دور ديال وزاره الثقافه ودور كل والبلديه وكل شيء اللي جينا نهضروا، ولكن حنا كساكنه شنو هو المواطنين اللي دخلتي بغيتي تجمع ديك الازبال غيفرضوا عليك واحد القانون، ما كاينش يقول لك اش دخلك شما، واش فهمتي؟ ما عندك ما دير، راه خطاك تشوف بعويناتك، ولا بغينا حنا بغينا نوصلوا ميساج من هذا المنبر للناس ديال الجمعيات يشوفوا هادشي اللي كيوقع فهمتي، ما كنشوفوش حنا، كيشوفوا كل شيء، وضربوا من نفسهم شويه ويديروا لك الشيء اللي خاصهم يدير، هذا الشيء اللي كنطالبوا اخوه. اخواني اخواتي المشاهدين والمشاهدات، الناس ديال دكاله، الناس الجديده الحرين، كيف ما شفتوا معنا في هذه الجوله اللي جلناها في الحي البرتغالي، وشفنا فيها هذاك الشيء، السلبيات اللي وريتكم دابا، السلبيات ما وريتكمش كاع الايجابيات، واللي خاصهم يتصوبوا ان شاء الله، وكنطمحوا اننا نشوفوهم مزيانين وزوينين. اخواني اخواتي، كنشكر جريده اشواق اللي عطاتني واحد المنبر نوصل به الرساله ديالي. كنشكر جميع اللي كيساهم معايا ببارطاجي ولا بجيم. فرعون الجديدي كيشكركم كاملين، حتى اللي ما كيدير والو تا هو كنشكرو، لانني غير كنبين الحقائق اللي خاصها تبان. وبسلام عليكم.